حياكم الله. إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بلغ $2.13 ليصل إلى $73.12، وسجل خسائر أسبوعية بلغت $1.65. وأغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع بلغ $2.13 ليصل إلى $75.67، وسجل أيضا خسائر أسبوعية بلغت $0.52. وارتفعت أسعار النفط بنحو 3% لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي وتحقق مكاسب أسبوعية لكن متواضعة. أعلن البنك المركزي العراقي التوصل إلى اتفاق مع البنك الفيدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية بشأن تلبية احتياجات العراق من شحونات الدولار النقدي للعام المقبل. ويعاني العراق من تذبذب وفرة الدولار النقدي في الأسواق المحلية ومن تراجع قيمة الدينار، حيث ركز الاتفاق على إجراءات منع انتقال الدولار النقدي إلى الدول المفروضة عليها عقوبات من واشنطن، ووقف نافذة بيع الدولار من خلال البنك المركزي العراقي، وتعزيز مصارف عراقية بأرصدة من الدولار. ارتفع إجمالي احتياط البنك المركزي التركي بنحو $1.225 مليار خلال شهر كانون الأول الجاري، ليبلغ أكثر من $141 مليار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وبحسب بيانات المركزي التركي، فقد ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار $1.276 مليار، ليبلغ أكثر من $94.5 مليار. وبلغت زيادة إجمالي الاحتياطات منذ نهاية شهر أيار الماضي $242.916 مليار. قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن أزمة الديون بدأت تختمر في جميع دول العالم النامي، وفي عام 2024 سيتعين على هذه الدول أن تسدد نحو $200 مليار من السندات والقروض الأخرى. وتواجه الدول الأكثر فقراً في العالم أزمة ديون كبيرة، حيث تدين بمبالغ تريليونية بفعل أسعار فائدة مرتفعة وإعادة هيكلة غير عادلة، وهي الأزمة التي تجعل من الصعب على هذه الدول تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. رجحت منظمة أوبك التي تضم الدول المصدرة للنفط نمواً جيداً في الطلب العالمي على النفط. وتوقعت أوبك في تقريرها أن يسجل الطلب العالمي على النفط نمواً بنسبة 2,200,000 برميل يومياً العام المقبل، يصل إلى نحو 104,400,000 برميل يومياً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.